في إطار دمج وتبادل الثقافات بين الشعوب وبعضها، جاء انطلاق مهرجان ثقافات الشعوب بمشاركة 32 دولة عربية وإفريقية وأوروبية وأسيوية لعرض كل من تلك الدول ثقافاتها وإظهارها أمام العالم. احتفاليه جميله زي ما انتم شايفينها، عين شمس اصبح فيها نتيجه الفكر ده 77 جنسيه، وده رقم كبير جدا. شفت النهارده 31 بوث منهم ممثلين فعلا. كنا حوالي 4-5 آلاف طالب من طلبه الدوليين، وصلنا النهارده الى 10500 طالب دولي بنسبه 5% من طلبه جامعه عين شمس، طلبه من كل حته في العالم، افارقه، عرب، اسيا، امريكا الجنوبيه، حتى من اوروبا وامريكا في اعداد قليله لكن موجودين برضو. مهم جدا ده لتآخي الشعوب والانفتاح على الآخر، لأن ده اللي بيولد كذا حاجة. واحد، الاندماج، تقبل الآخر أيا كان الآخر. أكد الحضور خلال المهرجان بأن هذه الفعاليات تحقق التناغم والتلاحم وتبادل الثقافات والرؤى بين الدول وبعضها، وتقبل الآخر والاستفادة من الثقافات المختلفة إلى أقصى حد. الحقيقة ده تقليد جامعة عين شمس ابتديناه من فترة، والحقيقة السنة اللي فاتت والسنة دي كان مهرجان كبير قوي بيضم كل الجنسيات اللي موجودة في الجامعة، حوالي 77 جنسية، بيقدموا عرض للإعلام، بيقدموا معارض عن ثقافات الشعوب بتاعتهم، من مأكولات، من صور، من أماكن سياحية، من تماثيل، من أي حاجة يعني بتعبر، زي أي حاجة بتعبر عنهم، فبتبقى فرصة للكل أنه يتعرف على بعض، بالإضافة لأن بيكون في عروض، من هنشوف دلوقتي شعر، رقصات فولكلورية، غناء شعبي، وهكذا من كل البلدان. ترابط بين الشعوب، بنعرض احنا ثقافتنا على بلد آخر، وبلد آخر بيعرض أيضا ثقافته علينا، فبصير ترابط وتلاحم، احنا بنعرف ثقافاتهم وهم نفس الشيء، فهذا الشيء بيقوي العلاقة بين الشعوب وبيزيد الترابط من بعضها. أوضح المهرجان خلال فعالياته حرص المشاركين على تقديم ثقافاتهم بطرق مختلفة عن طريق الأزياء أو المأكولات أو المعروضات الفنية وغيرها من الطرق. يأتي انطلاق هذا المهرجان بمشاركة أكثر من 30 دولة حول العالم لعرض كل دولة لثقافاتها وتبادل ثقافاتها مع الدول الأخرى. مريم سعيد، اليوم، القاهرة.